نحن في الرواق الموريتاني ضيف الشرف على معرض الدولي للنشر والكتاب بدار البيضاء. كما تلاحظون الإقبال على الرواق الذي يستضيفه جل الزوار الذين يمرون بهذا المعرض، وها نحن نقدم لهم عناوين الإصدارات الجديدة وكل ما يحتاجونه عن الثقافة الشنقيطية. إذن هذه مناسبة سعيدة نلتقي فيها جميعا ونهنئ بها أنفسنا، كما نشكر المملكة المغربية على هذا القرار الذي يتجسد في اعتبار موريتانيا ضيف الشرف في هذه المناسبة. بحال عيد ديال القراء كل سنة، يعني كتجي كتشوف بزاف ديال الدور الناشر هنايا، وكتشوف بعض الأثمنة، بعض الكشوف اللي كيكون بأثمنة منخفضة. كنشوف كشوفة جداد اللي يلاه الإصدارات الأخيرة ديال بعض الكتاب، وكنحاول نشوف شي كتوبة اللي غيزيدوا يطوروا من المعرفة ديالي. الهدف هو البحث عن الكتاب، وخاصة الكتاب اللي ما يكونش متوفر في الأسواق. وإنسان يسعى باش ينمي القدرات تاع، ينمي المواهب تاعه في الثقافة بشكل عام، خاصة في الكتب التاريخ، في الكتب الدينية. الكتاب يبقى دائما هو السيد، يبقى وخير جليس في الكتاب في الأنام كتابه. يعني أن مهما كانت التكنولوجيا، الكتاب ما عندهش بديل، لا غنى عن القراءة، لأن الله سبحانه وتعالى أول ما نزل في القرآن هي اقرأ، والقراءة هي كل شيء. أنا عندي إذا كان نأكل لكي نتغذى، لتغذي الجسم، فالقراءة هي غذاء الفكر وغذاء المواهب وغذاء العقل. المعرض واحد المناسبة اللي كانت نفسه فيه الأكسجين، لأن الكتاب هو الأكسجين ديال الأمة، الكتاب هو روح ديال الأمة، لأن الأمة ما تزيدش القدام وما تقدمش إلا بالعلم، فالكتاب هو مصدر المعرفة ومصدر العلم.